أعطيني حريتي أطلق يدي، إيه المعنى الجميل ده؟ إنني أعطيت ما استبقيت شيئا، آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي. والدكتورة سامية قاعدة في الأوضة تعيط. طيب نرجع تاني للأوراق اللي لقيتيها عند خالتك بعد ما توفت، زي ما بيقولوا الظرف أو الحاجات على حطة إيدها، كانش عندك حماس تفرزيها، إلى أن جاء اليوم اللي قلت لا أنا هشوف فيه إيه في الموضوع. أنا فتحتهم لقيت فيهم حاجات كتير. واحد هي المفكرة بخط إيده، مذكرات يعني هي بتبدأ كمشروع مذكرات، لكن في الواقع دي خالتي دوحية ناجي، مرحومة دوحية ناجي، وبرضه كانت مهتمة بالأدب، كانت شاعرة، يعني هي كانت أقرب بناته له على مستوى الشبه في حبهم للكتابة والشعر والقراءة. فكانت يعني كانت ونسته في البيت على مستوى الثقافي. أسماء بناته الثلاثة برضو فيها كده ضوحية وأميرة. أميرة هي أمي، أكبر البنات، وضوحية الأخت الثانية، والأخت الأصغر الصغرى يعني محاسن، كان اسمها محاسن. فلقيت بقى المفكرة، لقيت المسودات بتاعت ترجمات أغنيات شكسبير، لقيت مسودات الأطلال، يعني في مسودة لديوانه بتاع ليالي القاهرة مش مكتمل، لكن جوه الكراسة دي في مسودة للأطلال، أي وهو بيشيدها وهو بيكتبها، ففي أكتر من مسودة وبيغير خطه، يعني في المسودات الأولى مكتوبة بخط سريع، ولما بينقحها أو ينظفها بنلاقي أن الخط بيتغير، ففي مقاطع كتير جدا لقيتها، وهي زي بازل كده لازم اقعد بقى اعيد ترتيب هذه الاجزاء من القصيده واضاهيها بالقصيده المنشوره. كمان كان في مشاريع لكتب طبيه في الحقيقه. هو كان طبيب ايه؟ بطنه؟ كان طبيب باطنية. لكن هو كان رجل موسوعي، واهتماماته كانت موسوعية أيضا، فهو كان بيكتب في مجال علم الاجتماع، بيكتب في علم النفس، بيكتب عن الترجمة، بيكتب مقالات، بيكتب عن الشعر، بيكتب عن المرأة، يعني حقيقي إنتاجه النثري، النثر بالنثر أكتر من إنتاجه في الشعر. وللأسف الشديد إحنا لم نلتفت بشكل كافي لموسوعية إبراهيم ناجي. طيب ليه يا دكتورة سامية أول ما لقيت المذكرات والأوراق وابتديت تفكري أن أنت تنشريها، ليه كان عندك قلق وخوف وكنت مترددة جدا وشايفة أن أنت ممكن تعملي حاجة تأذي إبراهيم ناجي أو تأذي خالاتك؟ أولا الكتاب ده ما كانش هيتكتب بالشكل ده إلا بعد موافقة أمي، وده كان موافقتها، يعني إن فعلا في بعض التفاصيل هي ما كانتش في الأول مبسوطة قوي إن أنا هتطرق لها، لكن في الحقيقة زي ما بقول هي خاضت معايا التجربة، لأني كنت بقرأ لها الكتاب وأنا بكتبه. كان في حاجات هي ما تعرفهاش عن إبراهيم ناجي؟ في حاجات كتير ما تعرفهاش، لأن هي عمرها ما شافت المفكرة دي، خالتي بس هي اللي شافتها، لكن أمي عمرها ما شافت هذه المفكرة وما تعرفش كان جواها إيه. أمي كان عندها الخطابات اللي ما بين جدي وجدتي وهي اديتهم لي، لكن هي نفسها ما كانتش شافت المفكر، ما تعرفش هو قال إيه عنهم وعن حالته المادية وحالته الوظيفية وعلاقاته وكل ده، هي ما شافتهوش قبل كده. فكان لازم نوصل لنقطة يعني إن إحنا هي توافق وتكون راضية، مش بس تكون راضية، تكون مبسوطة. ولذلك احنا خدنا التجربة دي مع بعض، كنت بقرأ لها كل فصل بكتبه بعد ما خلصه، حتى سحرتها، وانا بقول على نفسي ان انا كنت زي شهرزاد، بروح لها اقرأ لها فبتفهم
ألاقيها منسجمة تماما مع الكتابة. وتدريجيا ابتدى الخوف من سامية هتقول إيه في الكتاب ينزح. هي ممكن تكون خايفة من حاجتين، خايفة من بعض الأشياء اللي ممكن والدك يعتبرها أسرار لأنه هو حتى ما قالهاش لأي حد أثناء حياته بس دونها، ممكن تكون خايفة من بنتها سامية محرز لما تعرفه عنها من جرأة وموضوعية وإنه ما فيش حد مثالي. يعني أنا متهيألي كنت خايفة من حاجتين مش حاجة واحدة. أنا في الحقيقة ما يعني قلت لها ان الحاجات دي علشان اتصالح مع جدي، ده كان الشرط، عشان اتصالح مع جدي لازم اقدر اغير الصوره النمطيه الاسطوريه المثاليه اللي انتوا خلقتوها، لانه هو لم يكن كذلك، هو كذلك ولكنه ايضا انسان وعنده حاجات ابعاد تانية انا احب اعرفها عشان انا ما عرفتوش، فانا بعرفه من خلال خط ايده هو اللي كاتب الكلام ده. مساله بقى انها اسرار، انا بقول في اخر الكتاب ابراهيم ناجي ما كانش عنده اسرار، ما كانش عنده اسرار، لان كل الناس يعرفوا ان ابراهيم ناجي كان عنده علاقات، وان ابراهيم ناجي كان مظلوم وظيفيا، وان ابراهيم ناجي كان عليل، وان ابراهيم ناجي كان انكسر في الاخر بالرغم من موسوعيته زي ما بقول. فدي ما فيش اسرار. انا هضيف ايه؟ اللي بيضيفه الكتاب هو ان احنا بنتعرف على ابراهيم ناجي كان بيحس بايه وهو بيخوض هذه التجارب.